ايه يارا وين صرتي؟ ايه هلا بدي على الريسبشن يطلعوكي لحظه. مع مين عم تحكي؟ يارا وصلت لهون. خبرتي يارا انه نحن هون؟ ايه ليه شو فيها؟ بيان قلت لك ما لازم حدا يدرى لهيك عملتي. انه يارا بنت خالتي ما بيصير يا بيان ما بيصير. جات فيك تروق شوي؟ قلت لك ما لازم حدا يعرف وين نحن. بعرف بس عيدي بنت خالتي نبهت عليها وقلت لها اوعك تخبري حدا وقلت لها هي وجاية لعنا تنتبه ما يكون في حدا لحقها. شو بيك جاد؟ هيدي بنت خالتي إذا فيها موسيقى بمين بدي أوصها؟ وينها هلا؟ تحت على الريسبشن. خليها تطلع بسرعة. إيه ألو في صبية ناطرتني تحت اسمها يارا أمول معروف خليها تطلع لعنا. يا الله يا ست سوزان مش عم بيقبل ياكل. هيك بدك تضلك ما عم تاكل؟ ما بدي ياكل بدي الماما. ماما سافرت. وإذا بدك تضلك هيك بلا أكل رح تسخن ورح تضل صغير، ما هيك سهيلة؟ أكيد أكيد ستنا. لا أنا بدي أكبر. إذا بدك تكبر يعني بدك تاكل وبدك تسمع كلمتي. أنا بدي كبرك لحتى تستلم أشغال جدك يلي تعب كرمالك لحياته. هلأ أنت قاعد على كرسي عمو رغيد، بعدين رح تقعد على كرسي العيلة وعلى كرسي السياسي بالبلد مثل البابا مثل جده يلي انت حامل اسمه غانم الغانم. يا مستقبل عائلة الغانم انت. تأكل. برافو برافو يا بطل. مرسي يا رحبتي. هلا. طب هلا خبريني شو رح تعملي؟ ما بعرف. ما عم بقدر ركز. وعطلاني هم غمار. ما بعرف شو معقول يعمل. بصراحة أنا ما بحس رح يعمل شيء. إنه أكيد ما رح يعمل ردة فعل، أنت شخص معروف كثير وهو ما رح يغامر. ما رح يخلي حدا يقرب صوب زعامته. إن شاء الله. قدرتي تشوفي الجونيور اليوم؟ ايه. وكيف كان؟ سأل عني؟ أكيد سأل عنك وزعلان وعم بيبكي وما عم بياكل ما قبل يروح على المدرسة اليوم شو بدي أقول لك بيان؟ بده أمه. ما تزعلي من شيء وما تخافي من شيء. ابنك حيرجع لك مثل ما وعدتك. بس انت كمان لازم تكوني قويه كرماله. وما تزعلي من شيء. جاد شو عم تعملي بالموبايل؟ يا جاد تعمل جاد ليش؟ تعمل موبايل
بدنا نشوف فيه. افتحي موبايلك جاد. عم تأذيها هلا بتفهمي بيان. افتحي موبايلك جاد. اتركي عمون معروف. افتحي احسن ما تقلك راتك. افتحي التليفون. شو صار لك؟ افتحي تريكا. شو صار لك؟ شو في؟ خبريني شو عملتي يارا. شو عملتي؟ تفضلي. هي يارا بنت خالتك بعتي فيديو لغيمار. لك انت شو مجنونه مريضه؟ لك انت بتعرفي شو عم تعملي؟ لك ليش هيك عملتي؟ ليش؟ فهميني ليش؟ جاد. فهميني جاد. لك مجنونه انت. مريضه مريضه. يا جاد بقتلها. شو بك؟ شو عملتي يارا؟ شو عملتي؟ لك كيف لك قلب تأذيني؟ كيف إلي قلب أأذيكي؟ أنا بعتبرك أختي كلبي. بعتبرك أختي. أنت بحياتك ما كنت أختي. ما تكذبي هيك. ولا كنت صديقتي. أنت ما بتعرفي تعيشي حدا لأن أنت بس بتفكري بحالك. أنا بفكر بحالي. أنا اللي كنت أحميكي من كل شب يأذيكي يا كلبي. أنا اللي أعطيتك كل شي بقدر عليه. اشتريكي بشوية مصاري. عم بتبيعي بنت خالتي كرمال شوية بزنس. كرمال يفتح لك بزنس. يعني بشو معناكي أنت وحدة حيوانة؟ الحيوان أحن منك. لك أنت اللي ضيعتيلي حياتي. من أنا وصغيرة أهلك كل مرة يقولوا لي كوني مثل بيان شاطرة، كوني مثل بيان حلوة، كوني مثل بيان مهذبة، بيان بيان بيان. كن كل شي بيان وأنا مشي. لك نزعتيلي حياتي، حتى الشاب اللي حبيته اخذتي مني، اخذتي كل شيء وطلع لي كل شيء، البيت، الحب، الولد، كل شيء. ليكي اسمعيني منيح، هلا فهمت شو القصة وهلا عرفت لشكلك هيك. عم بتقلديني؟ طلعتي بتغاري مني؟ يعني بالشوم عليكي؟ ما فكرت فيي، ما فكرت بابني. لك انا شو عملت لك؟ اللي بدك اياه كنت اعمل لك اياه. لك انا ما بحياتي اذيتك. كيف لك قلب؟ انت وحده مريضه نفسيا، واذا بخسر ابني بسببك او بصير له شيء بديت لك يا عيب الشوم عليك. طول عمرك تعتبرك اختي. خلاص بيان. خلص تركيا. خلص خلص مجنونه مريضه. خلص بيان. تركيا هي خلص. ما توسخي ايديك فيها تركيا. قمار بي قمار بي شباب لو لو قمار بي جاد وبيان يجوا لهون تحت رجلي. كانوا ميتين ولا عايشين بدي اياهم قمار بي شو ما بيصلوا نعمل جرس عم يحكوا لنا العالم حسان خلاص روح من وشي يلا بدي اياهم تحت رجلي خلاص خلاص
أسعد عم بيحكي مظبوط، مش هيك ومش بهيدي الشوشرة. بدك الناس يقولوا غمار الغانم ما قدر يحمي سمعته وإنه مرته خانته، ومع مين؟ مع البادي جارد تبعه. غمار، بعرف إنه مش وقتها وبعرف إنه صدمتك كبيرة، بس اسمعني منيح، نحن هلأ بدنا نحميك ونحمي اسم العيلة، والأهم نحمي مستقبل جونيور. دق لرجالك خليهم يرجعوا هلأ، خليها القصة تموت بأرضها وتطلع أنت ربحان. اترك بيان بحالها، كل يلي حبيته انخنوك، ما بقي لك غيري. أنا أكتر وحدة بعرف مصلحة بيت الغانم، خلينا نحط إيدنا بإيد بعض لحتى نقدر نواجه سوا كل الناس اللي ضدنا. أصلاً بيان ما رح تعرف تربي جونيور على عقلية بيت الغانم. بالنهاية مرة تلغي مرة. أنت ركز على مستقبلك السياسي وعلى مستقبل ابنك من بعدك. وينهم؟ هربوا. وين راحوا؟ ما بعرف وين راحوا، هربوا. قالوا ايه يا بيك؟ هربوا، ما لحقناهم، فلوا قبل ما نوصل. حاضر، بأمرك، يلا. شو في لو سمحتوا؟ طفيته ونزلته، بس خبرونا شو في. شو تعمل لي بايدك؟ خبرني بس. شو في يا خي؟ قولولي. ما تخافي ما تخافي، ما في حدا ولا. ما تقلقي يا حبيبتي، ما تخافي. يا ديان، بليز ديان. ما تقلقي، لا تخافي من شيء. أنا شفت سيارة ورانا. ما تخافي حبيبي، ما تخافي، ما في حدا. وهيارة ما تفكري فيها بنوم، واحدة مريضة وطول عمرها بتغار منك، بعدين ما وقفت عليها.
بعرف، حاسه كل الدنيا ضدنا، صرنا نحن اللي عم نهرب كأنه اثنين مطلوبين عم يمشي جريمة. ما عم صدق كيف كبر الموضوع، كيف وصلنا لهون. وين بدنا نروح هلا؟ لا تقلقي حبيبي، لا تقلقي. ليه جينا لهون؟ ما في شي حيساعدك هلا غير الاعلام. هن اللي صنعوا قصتك مع غمار الغانم بالكذب، وهن اللي رح يقدروا ينوموا. بس تطلعي قولي شي من الحقيقه. جاد انت بتعرف مجتمعنا، الناس ما رح تشوف الحقيقه، الناس رح تحكم عليه، رح يقولوا عني خاينه، ما رح يقدروا يفهموا شو صار معي وكيف انا قدرت اوصل لهون. قولي من الحقيقه على قد ما بيلزمك لحتى نقدر نحمي حالنا ونضمن انه غمار ما حيعمل شي. وترجعي ابنك، وبس تطلعي قولي للعالم وين رح تكوني موجودة بهاي الفترة. هيك بيكونوا الصحافة مرافقتك بدون ما يعرفوا. طول ما انت تحت الأضواء 24 ساعة غمار ما رح يقدر يعمل لك شيء. طيب ما رح أعمل مقابلة على التلفزيون، إذا بدي أحكي العالم رح أطلع لايف هلا على السوشيال ميديا. مرحبا. انتوا تعودتوا علي بطلع بحكي معكم بقضايا البلد، بس هالمرة انا طالعة احكي معكم بمشكلة شخصية، طالعة افتح قلبي لإلكم. انا مثلي مثل كل مرة حبيت وتجوزت، ومع الأسف ما توفقت بزواجها، وحبيت انها تطلق وتمشي بطريقة. بس مثل ما صار مع كتار صار معي إلي كمان. جوزي أبي اللي يعطيني الطلاق قرر يقشطني ابني، وعم يعمل المستحيل ليأخذ مني ابني، مع إنه القانون لإلي وحقي بحضانة ابني لإلي. أنا بحاجة لإلكم، بدي تدعموني وتساعدوني كرمالي وكرمال كل أب عم بتواجه نفس المشكلة. إذا مام لتكون حضانة أولادنا لإلنا. يا روحي حبيبي. وأنا بقول لك غمار، خلي ابنك بعيد عن لعبة السياسة وعن تصفية الحسابات، خلي القانون يحكم بينه وبينك، وخلي ضميرك يحكم. أنت أكتر واحد بتعرف قيمة حضن الأم لأنك فقدته. ما تخلي ابنك يعيش يلي انت عشته، ما تحرمه من حضن امه. سهيلة! لكل ام هلأ عم تسمعني وعم تشوفني، انا هلأ مني نايب، انا هلأ مني الحكيمة، انا هلأ ام عم تنحرم من ابنها وعم تتعرض لضغوطات كتير لحتى تخسر ابنها. ساعدوني وقفوا حدي لأقدر رجع ابني لإلي. طلبت نيابك؟ في شي يابك؟ صار شي مع الشباب؟ لا بعد. أحسن.
اتصل فيهم خليهم يرجعوا وخلصت المهمة. حاضر. سبع؟ هول شو أمي؟ من وين هول المصريات؟ ابني ليه ما عم ترد علي؟ أمي هودي حقي وحقك. حقي وحقك؟ طلع فيي لشوف. طلع فيي. عم تكذب علي شيء؟ عملت شيء غلط؟ لا يا أمي. حدا ضحك عليك؟ لا يا أمي عم قلك هو حقي وحقك، غمار دفع لي دفع على حساب. دفع على حساب؟ عن جد؟ ليه ما خبرتني لهلا؟ خيانة عم خبرك يا أمي، شو بكي؟ ما تعتلي هم. أكيد غمار دفع لك دفع. ما بدك تقولي لي مبروك؟ ملا مبروك. لأنكم وقفتوا معي هيدي الوقفة. أنا اليوم عم بحكيكم مش كنايب ولا كدكتور بياني اللي أنتم بتعرفوها، أنا اليوم عم بحكيكم كأم عم تطلب منكم الدعم لأقدر آخذ حضانة ابني بالقانون طبعاً. شكراً. أنا الأسباب حبيبي ما رح انسى بحياتي هيدا النهار. ما عم صدق اني رح ارجع اشوف ابني رح يرجع ينام بحضني. منيح اللي اجت الانتخابات وخلت غمار ينجبر انه يرجع لك جنك. ايه تخيل لو مدد الحكومه شو كان صار فيي. تخيلي المهم هلا ما عاد عندك ولا سبب لتكوني زعلانه، ما في شيء بيستاهل زعلك. بعرف بس انا كنت مجبوره اكون امي كرمال ابني. على فكره على سيره القوايا، انت اقوى الناس اللي شافتهم عيني. انا قويه لانه انت كنت حدي، لانه ولا مره تركتني من 5 سنين لهلا. كيف ما ببرم بلاقيك حدي؟ انت كل شيء بحياتي جاد، انت الحب اللي كنت عم فتش عليه كل حياتي. ما بعرف ليه عم اقول لك هذا الحكي هلا، ما تسالني، بس ما بحب اجي شيء لبعدين لانه بخاف يسبقني الوقت. ما بعرف بكره شو مخبيلي. بيان بحبك. خلينا نمشي يلا. حبيبي ضلك معي لصف السيارة ولا تسبقيني؟ لا رح انزل لأنه تأخرت. يلا صف السيارة برجع لعندك ما بطول. ايه اوكي ما تعطل هم أمان هون. ما بأمن إلا وإنتي معي. بونجور. رفاه بالشام امجاد، قولي لي شو بدك؟
جاد 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 أي ساميا ما فهمت لي شو وضعه؟ طيب رح شوف دكتور واجي على البيت بسرعة. 10 دقايق بكون عندك. دكتور بيان ثانك يو لدعمك المستمر للمركز. شو جد؟ أنت بتعرف قد أنا بحبكم، بليز ما تتشكريني. وأنا على طول رح ضل بأولاد كثير بحبوك ومشتاقين لك. أنا كمان مشتقت لهم كثير. هلا بعتذر. كمان هيك بعتذر دكتورة، ممكن شوي؟ إيه بالإذن. بعتذر. بيان حكيتني سامي على أمي كثير تعبانة، رح آخذ دكتور وأطلع أطمن عليها. رح أترك لك مفاتيح السيارة. شو بها؟ شو صار معها؟ ما بعرف، رح آخذ للدكتور خليه يقيس لضغطها يعطيها. طيب إذا بدك شو يحكيني؟ أكيد يا حبيبتي رح أترك لك مفتاح السيارة، بس ما بتتحركي من هون لتخبريني. أوكي أنا 5:30 بدي أكون عند الجونيور، بتقدر تكون قبل بوقت؟ ماشي أنا 5:15 بكون عندك، أوكي بس ما بتتحركي لتخبريني. أوكي إذا عايز شي يحكيني. أكيد حبيبي يلا باي باي. باي جاد. بحبك. موت فيك. عملت اللي طلبته مني؟ مثل ما قلت لي، دوا الضغط حطيت لها اياه وقشطت لها ضغطها ودقيت لها جادي حوجي على الطريق. هيدي حلوه انتك. ميرسي. هيك تمك هيدا الحلو؟ تخليه مسكر عينك. حياتك شايفتيني؟ ما بعرفك انا. فيني برافو ما بتعرفيني. ما بعرفك. نروح لعنده. راغي مربيك، بالنسبة لموضوع أمه لجاد اللي بدك يسار، وأنا هلا رايح كفي المهمة التانية تبعي. أكيد. علي
غمار بيك. غمار بيك. أوبا. صدقتها بالمي؟ ها؟ تقعد هون؟ عالنافورة؟ أوبا. باردة؟ ها؟ باردة شوي؟ أنت اليوم رح بتروح لعند الماما، أوكي؟ بس رح ترجع على هذا القصر. وحياة عيونك ما حأحرمك إنك تعيش بين حيطانه وذكرياته، وما حأحرمك إنك تعيش تحت جناحي وبعزوتي. ما رح أكذب عليك مثل ما كذب علي الغالم وبعدني عن هالقصر وعيشني سنين بعيد عنه. أنا اليوم رح أبعتك مشوار صغير، بس وحياتك اليوم رح ترجع عفرجتك وعبيتك ولإلي. اتفقنا؟ وسنين يا تفضل دكتور، تفضل. مع اليربي. تفضل. قولي لي شو صار معها؟ ما بعرف دكتور، فجأة عليت حرارتها وقشط ضغطها. منيحة حبيبتي انت، منيحة. إذا بتريد بعد عنا بدي افحصها. تفضل دكتور. عندي مشكلة بدي استشيرك فيها يا عم المعروف، بتخص ابني. صار له كم يوم مغير تصرفاته كتير، وما بعرف اخلاقه، واخر شيء اللي خلاني قاعدة الهم يعني انه حبيبتي روحي كفي شغلك بالمطبخ. شفت نعمه مصاري كتير وسألته من وين جايبهم، قال لي حضرتك انك عطيته اياهم، بس كنت بدي اتأكد يرضى عليك يا خمار بيك. قلبي شو هيدا؟ أنا عم بعطي المصاري لابني. الحمد لله يا ربي. ابنك عاش فترة منيحة بالسجن، ست سبع سنين. راح عليه أيام كتير ما عاشها. مشان هيك أنا عم بعطي المصاري، بس عم بعطي إياهم على دفعات. ولا تقلقي ما حيعمل أي شيء غلط، أنا حاطط كم حدا من الشباب عم بيراقبوا. كتر خيرك يا بيي، كتر خيرك. هذا اللي كنت عطلاني عمو يقوم يعمل شيء مع حدا من هالزعران اللي كان يعرفهم بالحبس. ما حيعمل. كتر خيرك. لا يا سوريا، لا. كتر خيرك يا بيي، كتر خيرك. سبع مثل اخي. خليلي اياك يا بيي، خليلي اياك. خليلي اياك يا بيي. وانت يا سهيلة بمقام امي الله يرحمها. الله يرحمها. الثقة والأمل نحن بحاجة لقلن كل يوم تنتخطى أصعب الظروف حتى المرض. صحيح إنه الجمال مهم وكلنا منحب نكون بأجمل طلة، بس أوقات كتير مننسى إنه الجمال بينبع من جواتنا لما منكون متصالحين مع حالنا، متمسكين بحياتنا والضحكة عطول على وجهنا. اليوم أنا موجودة بيناتكن تشارككن لحظة مهمة. صح أنا تخليت عن شعري، بس السؤال شو اللي تغير؟ ولا شيء، بعدني أنا مثل ما أنا. شعري إذا راح بيرجع، بس الأمل بالحياة إذا راح ما بيرجع.
لما طلعت بعيونكن شفت الصبر والإيمان، وتعلمت منكن إنه التفاؤل والأمل هن قوتنا بالحياة. ايه أسعد؟ لا لا ما رح أتأخر، أنا هلأ خلصت وجاي دغري لعندكن. بوسي جونيور قول له لمامي عملت لك سربريز. باي. حبيبي دقيت لك كتير ما عم ترد علي، انا حياتي مضطرة امشي لانه اسعد قال لي ما بقى فيي اتاخر على الجونيور. بليز ارجع احكيني طمني عنك وعن امك. اوكي حبيبي ناطرتك، بوسك كتير. طب لحظة نسيت اقول لك ان انا بحبك كتير، اشتقت لك، ماني معود يكون لوحدي بلاك، واليوم احلى نهار بحياتي لانه انا وانت والجونيور رح نعيش مع بعض. جاد أنا بحبك بحبك بحبك، تبع لحالك، باي حياتي. طمني دكتور. لا الصراحة وضع كتير مأزم، لازم مستشفى بأسرع وقت. بدي عزبك تطلب صليب الأحمر. أكيد أكيد. يلا يلا تعال تعال عندي.
يلا اوكي هلا شوي بتشيل ماما ها لا يكمل يلا ليش دوا؟ شو عم بصير؟ أنا بدخلك شو عم بصير؟